أفواج من الحجاج المغاربة قادمين من مختلف مناطق المملكة على موعد مع الرحلة الجوية التي ستنقلهم إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج. المحطة رقم 3 في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء هو مكان مخصص للحجاج وتسهيل إجراءات طريق مكة، وبمجرد أن يدخل الحاج إلى هذه المنطقة يخضع لنفس الإجراءات المعمول بها في مطارات السعودية تحت إشراف طاقم سعودي. الهدف من طريق مكة هو لإنهاء إجراءات الحجاج من بلدانهم بدءا من إصدار التأشيرة إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الشروط الصحية. عبد الله القادم من مدينة ورزازات في الجنوب الشرقي للمغرب يرافق والديه إلى الديار المقدسة وينتظرون موعد الرحلة للطريق إلى مكة من المغرب. جينا إن شاء الله باش نديو مناسك الحج مع الأب ديالي والأم ديالي. الأمنية اللي كنتمنى من شحال هذه وكيتمنى أي يعني مواطن على الصعيد يعني الدول الإسلامية. وراه فرحانين وغادي الحج إن شاء الله فرحانين. عند وصول الحجاج إلى الديار المقدسة ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقر إقامتهم، في حين تتولى الجهات الخدماتية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم. هذه الإجراءات وجدها هؤلاء الحجاج مناسبة لهم. السفرة ديال السعودية وقفوا معنا الله يجزيهم بخير، ما كاين لا تكرفيس لا والو، استقبلونا كما بغينا الحمد لله. وأنا فرحانة غادي الحج إن شاء الله عند خوتنا السعوديين، فرحانين بزاف. إجراءات طريق مكة هي مبادرة برنامج خدمة ضيوف الرحمن وأحد برامج رؤية السعودية 2030، وقد ألغت وزارة الحج والعمرة قيود كوفيد-19 لهذه السنة بما في ذلك شروط السن، وتستضيف أعدادا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة. إكرام الأزرق، قناة الغد، من المطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء.